Hello everyone, this is Chef Nell with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. كريمة طازجة لازم تكون نسبة الدهون فيها عالية كل ما كانت نسبة الدهون فيها عالية كل ما كانت أفضل الكمية هي اختياري نخفق لمدة عشر دقائق هي بعد بعد أربع دقائق تُصبح كريمة بعد أربع دقائق وبنكمل خفق حتى تفصل تفصل معنا الكريمة تفصل الزبدة لوحدها والماء بفصل لوحده مثل ما أنتم شايفين أنا استخدمت تقريبا ثلاثة كوب كريمة أي كريمة موجودة إحنا ممكن نستخدمها في السوق أي نوع كل ما كانت نسبة الدهون فيها عالية كل ما كانت كريمة صح هيك فصلت الماء فصل الماء عن الزبدة تقريبا بياخد عشر دقائق عشان يفصل مشان هيك دايما بدي اعمل كريمة بدي اعمل كريمة دايما اربع دقائق يشتغل فيها أكثر من اربع دقائق بصير مثل هيك زبدة بتفصل معك واذا انتم بدكم ترغبوا انا اعملكم الكريمة في البيت اكتبوا لي بالتعليقات تحت الكريمة والسمنة اعملكم اياها في البيت اكتبوا لي بالتعليقات تحت هيك اصبحت جاهزة كاكاو خام اثنين معلقة طعام لكل اربعمية جرام من الزبدة هي عاملة تقريبا اربعمية جرام من الزبدة وبديل السكر ستيفيا اثنين معلقة كبيرة او حسب الرغبة قليل من الفانيلا بديل السكر هو اختياري ممكن توضع عسل دبس التمر اي بديل تحلية هي اختياري حسب نظامكم الغذائي التحلية هيك أصبحت جاهزة شوكولاتة عشان إحنا نرجع نسيحها ثانيًا نوضحها يا إما بالمايكرويف عشر ثواني يا إما نعملها على على حمام بخار نوضحها على حمام بخار هي ما بتاخذ وقت كتير مثل هيك على طول بتسير على حمام بخار ممكن أو بالمايكرويف خمس ثواني بس ما نطول عليها بالمايكرويف نسكبها وبنوضع الفواكه هي اختيار اي نوع فواكه ممكن مجفف او فواكه طازجة اذا مش متوفر مجففة ممكن نوضع فواكه طازجة والمكسرات نفس الشيء كله حسب نظامكم الغذائي نوع الفواكه حسب نظامكم الغذائي ممكن نضيفوا اي شيء نضحها بالفريزر لمدة ساعة عشان نعرف نقطعها ونقطعها الحجم اللي احنا بدنا اياه كل 100 جرام 500 سعره حراريه هذه كل كل 100 جرام 500 سعره حراريه نقطعها بالحجم اللي احنا بدنا اياه والتخزين بعد ما نقطعها بالحجم اللي بدنا اياه بنخزنها بالفريزر تخزين في بالفريزر مثل ما انتم شايفين هي كثير روعه وكتير مميزه لازم تكون التخزين بالفريزر لانه هي بالاول وبالاخر بتضلها زبده ما بتتحمل حراره في امان الله تزورونا بوصة جديده اتمنى الاشتراك بالقناه اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه